معايا على الهاتف نجمنا طبعا ومدربنا الكبير كابتن رمضان السيد. مساء الفل يا كابتن رمضان. مساء الفل يا استاذ محمد. النهارده الماتش السهل الممتنع. طبعا يعني هو بس انا بختلف معاك في حاجه بس، ان هو طارق بدا متحفظ وبدا ان هو حاطط كل اللعيبه اللي هي بتدافع كويس على اساس ان هو اللي عمله بقى في الشوط الثاني. بس يا كابتن مفيش لعيب بيضغط، مفيش النهارده اللعيبه. لا انا سيبك من ديت، انا بتكلم على الاربع تغييرات اللي عملهم اللي هم دخلوه جوه المباراه في اول ربع ساعه. تمام. يعني هو لو بدا بيهم اعتقد ان هو كان يبقى شكله غير كده خالص، لان هو الشوط الثاني يعني انا في رايي ما جاش. يعني نادي الاتحاد ما جاش المباراه في الشوط الاولاني. تمام. الفرق معاه زي ما قلت لك ان هو عمل تغييرات كلها هجوميه وكلها صنع الفارق. يعني ميسي على بوتينج دوت او بوتينج. لا لعيبه بوتينج ده صنع الفارق. النادي الاهلي طبعا ونزل بوتينج ونزل احمد عادل ونزل عمرو صالح وناصر ناصر، الاربعه لعيبه عندهم الناحيه الهجوميه بتعمل بشكل كويس قوي. تمام. فبالتالي هو تواجد في خلال ربع ساعه في 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 المباراه ورجع بهدف طبعا. لكن طبعا يعني نتيجه الشوط الاولاني هي يعني خلاص هي خلصانه. نتيجه الشوط الاولاني صعبه جدا لما تكون. بس انا بستغرب يا كابتن لما يبقى بتلاقي فريق قدراته عاليه ولاعيبته قدراته زي الاهلي، وبعدين شفت رضا سليم مثلا يستلم والكره يسندها والطب قدامه مرتين، مفيش اي ضغط من الباك اللي موجود. هي دي كانت مشكلة في الشوط الاولاني، رغم ان هو كل اللعيبة اللي لعب بيها الشوط الاولاني اللي هم بيعرفوا يدافعوا كويس، لكن للاسف الشديد هم النهارده مفيش حد في الشوط الاولاني كان في حالته. بدليل ان انت في جولين تسديد. يعني وتسديد ايه؟ يعني زي ما انت بتقول رضا سليم مثلا ده الراجل يعني استلم وعدل. خد بالك هو ما كانش هيشوط، يعني الرياكشن بتاعه اول ما الكرة جات له ما كانش هيشوط. بالظبط. بس هو لقى الزاويه هو مفتوحه مظبوط. هو يعني لقى الزاويه مفتوحه وفي نفس الوقت ما حدش ضغط عليه. مظبوط. نفس الحكايه برضك في الجول بتاع عمر كمال. برضه نفس الحكايه، يعني برضك هو لما سند لجوه ودخل لجوه برضك ما حدش ضغط عليه. مظبوط. يعني طبعا الاتحاد لا كان الشوط الاولاني طبعا انا في رايي كان بعيد خالص خالص عن مستواه في ان يعمل مباراه. الاتحاد سيطر اول ربع ساعه في الشوط الثاني وجاب جول. تغييرات كولر فرقت، الثلاث تغييرات اللي عملهم لما نزل كوكا ونزل لنص الملعب ونزل كريم فؤاد على الطرف ونزل كهربا مكان وسام. طبعا بص انا هقول لك حاجه، انا بس يعني يمكن انت وانت بتتكلم دلوقتي انا في رايي ان كريم فؤاد ده لازم جاي. يبقى من اللعيبه المهمه جدا 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 في النادي الاهلي. يعني مفيش، اولا هقول لك حاجه يا استاذ محمد، مفيش مباراه اللي بيلعبها ربع ساعه 20 دقيقه نص ساعه لما يكون مؤثر ايجابي جدا اللي بيصنع الفارق. مظبوط. يعني في لعيبه بتلعب اربع ماتشات في الفتره اللي فاتت دي ما فيش حاجه خالص. هو عنده ميزه يا كابتن انه دايما باتجاه جسمه على الجول على طول. بالظبط. ويخترق ما بيخافش. يعني هو الجول ضربه الجزاء اللي خدها يعني الراجل ضاغط. الراجل الكوره مش بتاعته، راح داخل وضاغط واخدها ورايح في اول تفكير ليه التسديد. مظبوط. ودي يمكن من الحاجات الكويسه قوي في كريم فؤاد. انا في رايي ان كريم فؤاد ده لازم يبقى ورقه مهمه جدا لكولر الحقيقه في الفتره اللي جايه، رغم ان هو خد بالك باك رايت اصلا وجي الاهلي باك رايت. اللي اكتشف قدراته الهجوميه دي كان كولر، واللي اداها له كولر، وفعلا الراجل ده تحس ان هو وينج مش باك. بس هو استغلها كويس. طبعا لان عنده يعني سرعات، فرصه اداها له كولر وهو استغلها كويس قوي. لا عنده قدرات بصراحه. يعني انت الموسم اللي فات شوف كميه الاهداف اللي احرزها كريم فؤاد. السنه دي اي مباراه بيلعبها ربع ساعه 10 دقائق 5 دقائق بيصنع الفارق يا جماعه. هو لغايه اصابته كان اساسي مع كولر. بالظبط الموسم اللي فات. لكن هو بس عشان ما نحملش اصابته، لان هو لما رجع لمستواه تاني. مظبوط. يعني لما رجع من الاصابه يعني يمكن اكرم توفيق خد وقت شويه. مظبوط. لكن كريم الحقيقه من اول ماتش وقت ده. كريم كان من اول ماتش ظهر كويس. ده من اول كوره استلمها جابها جول. صح. فانت شايف يا كابتن ياخد فرصه اكبر الفتره الجايه؟ انا في رايي ان لازم ياخد فرصه. بس خد بالك الاهلي عنده مشكله على حساب مين. الاهلي دلوقتي بقى عنده في مركز الوينج، انت خد بالك عنده بيرسي تاو وعنده حسين الشحات وعنده احمد عبد القادر وعنده رضا سليم
وطاهر بقى بعيد دلوقتي، بقى بره حتى القايمه يعني. برضو الاهلي عنده بصراحه عدد، يعني عدد من اللعيبه، ما عنده عدد، عنده عدد من اللعيبه كبير جدا. طبعا عنده عدد دول، لكن انا بقول لك ان كريم يعني انت اي جيل فني يتمنى يبقى عنده لعيب مستواه ثابت بالشكل ده. مظبوط. مفيش مباراه بيلعبها او جزء من مباراه بيلعبها الا لما بيصنع الفارق، فده كمان مهم جدا. خد بالك كريم لعب 5 ماتشات برضه احصائيا، يعني جايب 3 جوال وعامل 5 اسيست. ده في مشكله بقى كمان ان هو الثلاث جوال وال5 الاسيست، وهو خلي بالك قعد يخرج بره ال 18 مباريات كتير جدا، يعني ما كانش حتى بيتحط في ال20 اسم يعني فتره كده بعد ما لعب واثبت وجوده في بعد الاصابه ما كانش بيتحط في ال20 اسم. لكن انا بتكلم، الو معاك يا كابتن، معاك. انا بتكلم ان النادي الاهلي في فورمه بقاله 3 مباريات، فورمه عاليه جدا وفورمه بتاعي. النهارده اعلاهم يا كابتن في اخر ماتشين 3. الاهلي النهارده اعلاهم في الفورم. النهارده اعلى مستوى وصل له الحقيقه، مش كده؟ لان وده حاجه كويسه قبل افريقيا. طبعا طبعا، لان احرز 3 اهداف في الشوط الاولاني وثلاث اهداف ملعوبين وثلاث اهداف في ميزه التسديد، اللي المفروض ان انت لما تيجي تلعب مباراه ومباراه مقفوله يبقى حته التسديد دي حاجه مهمه جدا جدا. بصراحه احرزت منها 2 ولضربه الجزاء. فالنادي الاهلي في فورمه الفتره دي كويس، بقاله 3 مباريات الحقيقه فورمه عاليه جدا جدا. ودي حاجه مطمئنه. طب من المرات القليله اللي اشوف كولر يتصرف، يعني اول ما الاتحاد مسك الماتش اول ربع ساعه في الشوط الثاني وجاب جول وبدا يظهر وبدا يقلق، كولر عمل على طول 3 تغييرات، واحده في نص الملعب عشان يقفل نص الملعب و2 في الهجوم. دي من المرات القليله بتهيألي اللي كولر ما يصبرش يعني. يعني انا هقول لك حاجه، والثلاث تغييرات دولت هم اللي فرقوا يعني، فرقوا بشكل كبير جدا. انا في رايي ان لو كان كولر اتاخر في التغيير اعتقد كان هيبقى في مشكله كبيره جدا، ممكن يبقى في جول تاني في التوقيت دوت. فرقه الاتحاد فاقوا بشكل كبير جدا، صح. والهدف كمان رفع معنوياتهم. مظبوط. فبالتالي هو اتصرف بسرعه جدا جدا جدا، ويمكن سبب رئيسي في الهدف الرابع، وانك انت كمان تقتل المباراه ال3 تغييرات اللي عملهم كولر. طب هل تقدر تقول ان انت مطمئن على الاهلي الى حد ما قبل الترجي؟ مطمئن بشكل كبير جدا جدا، يعني ان شاء الله باذن الله مباراتين الترجي اعتقد النادي الاهلي يقدر يحسمهم بالفورمه اللي هو وصل لها دلوقتي. طيب يعني انا شايف انه هو عنده الوقت عدد كبير من اللعيبه، يعني يعني النهارده انت بتقول لي كريم فؤاد لازم كده يبدا، يعني من حق يبقى ليه دور يعني ما يبقاش بره ال20. يعني انت شايف ان كريم فؤاد ممكن يلعب مثلا على بيرستاو الفتره دي؟ انا في رايي ان بيرستاو الفتره الاخيره بقاله ماتشين 3 رغم ان الاهلي فايق، هو لسه مش فايق. فبالتالي زي ما بقول، لكن هو بيرستاو لا، ورقه مهمه جدا يعني، تواجده ورقه مهمه جدا جدا. فبالتالي انا بتكلم بس على كريم فؤاد ان هو يبقى موجود في ال20، ان هو ياخد فرصه. تمام. الاهلي لسه باقي له ماتش بلديه المحله يا كابتن، هل التركيز برضه هيبقى في ماتش البلديه على الدوري، ولا ممكن مستر كولر يركز اكتر في افريقيا الماتش الجاي؟ خد بالك الماتش الجاي كمان في المحله، يعني ماتش مش سهل. هو هيشتغل زي ما هو شغال، اصل هو خلي بالك السبت اعتقد الماتش. هو خلي بالك ابتدى يعمل حته الروتيشن دي بشكل كبير جدا، ده بيغير 5 6 لعيبه. فبالتالي خلاص هو تفادى ان يدخل لعيبته في اي لعيب من اللعيبه بتاعته الاساسيه في اجهاد. بيعمل تغييرات كويسه جدا، وفي نفس الوقت انت عندك اللعيبه كلها فايقه، واي لعيب بيلعب بيثبت وجوده وعاوز يثبت وجوده. فبالتالي لا، ده يعني دي حاجه كويسه جدا جدا ان هو بداها بدري الحقيقه. اولا ما وصلش اي لعيب في النادي الاهلي لحاله اجهاد، والحاجه الثانيه هو اللعيبه كلها اللي بيبدا بيها او بينزلهم كتغييرات، يعني اللعيبه فايقه بشكل كبير جدا، فورمه عاليه جدا جدا جدا. عموما كابتن رمضان، ان شاء الله الاهلي يستطيع ان يحسم الكاس الافريقيه للمره ال12، وده انجاز فريد بصراحه. ان شاء الله باذن الله انجاز فريد بصراحه. بشكر حضرتك شكرا جزيلا، نجمنا كابتن رمضان السيد.